تتواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، اعود واحييكم تحية ملوها العطر ملوها التحدي والإثارة من خلال هذا المساء الذي بدأ يحمل هذه الإثارة، وننطلق مع سن آخر هو سن الإذاع. المسافة هي 5 كيلومترات، والتحدي بدأ يأخذ منحنى آخر من منحنيات المنافسة والتحدي والإثارة. ننطلق في هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة، تواصل أيضا أشواطنا في هذا الختام المثير الذي نختتم به تمهيد المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، داعم هذه الانطلاقة السنوية التي يكون أولها انطلاق سباقات المرموم خلال الموسم. إذن هنا نعود مع المقدمة ونبدأ بالصدارة في أول اندفاعنا. موقع في الموقع الأول لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، تليها حسايف على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسعيد بن راشد بن حمد بن غدير يضمرها، انتقل إلى المركز الثالث، وتابع الدانة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والقيادة أيضا لحمد بن علي العويسي الذي يندفع بإثارة هذه اللحظة مع اليذاب في المركز الرابع. الكيلومتر الأخير، اللحظات التي تفصل هذه الانطلاقات، تفصل هذه التحديات وهذه الإثارة. يا سلام، أول ما عديت المراكز، أول ما ذكرت أول اسم جاء اسم موقع، وهي تكمل ما شاء الله انطلاقها وأدائها الجميل. شوف اللحظة الحاسمة، شوف الفاصلة التي تطلق موقع على المركز الأول، تؤكد أن موقعها أول شوط، موقعها المركز الأول، موقعها أمام المنصة والحزام الأخضر كما يسمى في هذا الشوط، وتكمل أيضا مشوارها بهذه اللحظات الجميلة، بهذا الهدوء أيضا من الواثق الذي اطمأن واطمأن بأن موقعها هو المركز الأول والصدارة الأولى مع لحظات البداية. إذا أول ناموس هنا نحمله في هذه اللحظة وفي هذه الانطلاقة للعاصفة وهجنها مع هذه اللحظة الجميلة التي تؤكد استراحة المحارب لموقع على المركز الأول والانطلاق الأول، تأكيد البداية التي أكدت أن موقع خلاص ضمنت ووقعت وسطرت. إذا التهنئة والناموس إذا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهنئتنا لك الواثق حمد بن راشد بن غدير على هذا الأداء الذي أطلق موقع للمركز الأول. سلام العاصفة وموقعها الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني تاتي حسايف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث ملامح لهجن زعبيل، المركز الرابع اليذاب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. هذه إذا هنا العودة بالتوقيت الزمني الذي يتابع هذه اللحظات، والتوقيت هو 7 دقائق بدون شك، تحملها أيضا انطلاقة موقع على المركز الأول 43 ثانية أو 44 ثانية وفاء تماما كمالا. تهنئتنا والناموس على هذا الأداء للعاصفة، والتهنئة لحمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني كانت حسايف التي انطلقت في المركز الثاني. أيضا تهنئتنا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهنئتنا لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الاداء، 7 دقائق 45 ثانية، 9 من الاجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان من نصيب. ملامح الثانية والناموس لهجن زعبيل، 7 دقائق 46 ثانية، 5 من الاجزاء من الثانية. ايضا شكرا راشد محمد بن سعيد بن مروشد.